نعم. القسم الرابع ثلاثة. شرح الأصول الثلاث، هذه من عادتي أني أجمع المسائل ثم بعد هذه أفصل. القسم الخامس خاتمة. ختم الله لنا ولكم بالتوفيق. تفضل. طيب، من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاث؟ سبحان الله، الله أعلم، لا درس إذا ما تحفظ. إي ما شاء الله، هكذا جيد. طيب، بسم الله. أنت هذا الإمام. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنك تستفتح أولا صح. يكون أحسن. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاث: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبدأ العلماء، أي علماء أهل السنة رحمهم الله، بالبسملة؟ يبدأ العلماء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف، وتيمنا وتبركا للبدء بسم الله، لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة، وعملا بحديث أو استئناسا بحديث، وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث، كل أمر ذي بال. إذا سبب البدء بالبسملة كم سبب؟ والله أعلم، خمسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نحن نعرف أن الطالب هو الذي يدعو للشيخ، لكن هنا الشيخ هو الذي يدعو للطالب. لماذا يدعو الشيخ للطالب؟ في كم موضع دعا المؤلف رحمه الله تعالى للطالب؟ في الأصول الثلاثة في مواضع ثلاثة، في القواعد الأربع في موضعين. لماذا يدعو المؤلف للطالب؟ يدعو المؤلف رحمه الله تعالى للطالب، وهذا فيه أن المؤلف يرغب أن كل خير يلحق بالطالب والقارئ، وهذا يعني من شفقة المؤلف. طيب، فماذا تصنع؟ من صنع عليكم معروفا فكافئوه. أقل ما يكون عندما يقرأ هذا يقول: قال المؤلف رحمه الله. طيب، قال: اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. بدأ المؤلف هنا بالقسم الأول على ما قسم المسائل الأربع. تميزت كتب المؤلف رحمه الله تعالى بأمور ذكرنا منها أشياء، ومنها هنا أنه يجمع المسائل، يقول مسائل أربع، مسائل ثلاثة، قواعد أربع. لماذا يذكر هذه الأعداد؟ هذا فيه اقتداء المؤلف رحمه الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، العشر المبشرين بالجنة، خمس من الفطرة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد، حتى إذا خرج الصحابة رضي الله عليهم عند النبي عليه الصلاة والسلام استطاعوا أن يستحضروا هذه الأمور، يقولوا: أخذنا اليوم أمور خمسة من الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، هي كذا وكذا 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 وكذا. مفهوم؟ هذا من حسن التعليم. طيب، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم. الأولى العلم. الأولى العلم. قال: العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة، لم يشرحها، وهذه من عادتي في التأليف أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يشرح، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، حتى تضبط المسائل، تلخص أولا ثم بعد هذا تشرح. نعم. ثانيا العمل به. العمل به، يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا. فمن تعلم العلم ينادي العمل، هتف العلم بالعمل، يعني العلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
فالعلم دائما ينادي العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أول من تسعر بهم النار نسأل الله السلامة والعافية ثلاثة منهم: عالم تعلم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب نسأل الله السلامة والعافية من قبل عباد الوثن. إذن العلم ينادي العمل، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تتعلم أولا، وبعد هذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم، علم ولا عمل. والضالين عمل بلا علم، وأهل السنة علم وعمل، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب ثالثا الدعوة إليه، الدعوة إليه. كان يقول لك المؤلف رحمه الله تتعلم أولا ثم تعمل ثم تدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا تتعلم أولا ثم تعمل ثم تدعو إلى هذا الدعوة إليه، لأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعد. نحن الآن نتعلم وصول ثلاثة، إذا تعلمت تستعين بالله العمل، ثم بعد هذا تدعو وتعلم الناس هذا المثل المبارك، تعلم الناس التوحيد، تفتي لا فتوى عند كبار العلماء، تعلم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة وموقن منه 100%، هذا تدعو إليه. طيب لكن على ما سيأتي معنا أن شروط الدعوة خمسة: العلم الشرعي قبل هذا الإخلاص، معرفة حال المدعو، والحكمة والصبر. إذن للدعوة شروط خمسة: الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص. الثاني علم شرعي على بصيرة، الحكمة، ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومعرفة حال المدعو إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والصبر سورة العصر. ثم قال الرابع الصبر على الأذى، تصبر على ما كان المؤلف يقول لك تصبر أولا على العلم، وتقدم معنا في آداب طالب العلم في نفسه يصبر، وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي، لا تصبر، اصبر على قفوة معلم فإن العلم في زهراته، تصبر أولا على العلم. وما يقال للذين صبروا وما يقال لذو حظ، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال وبشر الصابرين. إذن يصبر أولا على العلم، ثم يصبر على العمل، ثم يصبر على الدعوة، لأن هذه الطريق طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عندما دعوا إلى الله حصل لهم ما حصل من الأذية لحكمة أرادها الله، وصبروا. إذن لابد أن تصبر، ولابد أن يلحق الداعي إلى الله شيء من الأذى، مفهوم؟ الصبر يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، كالصبر على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والصبر عن معصية الله حتى تستنم، كالصبر عن المحرمات، والثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه من مرض وفقر مثلا. إذن أراد المؤلف بالصبر الصبر على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. وأقسام الصبر قلنا ثلاثة: على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله. ثم قال والدليل قول والدليل. هذا من أحسن ما يكون في مؤلفات الشيخ رحمه الله، لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. لماذا؟
يريد أن يعلم الطالب الاتباع للتقليد، ويريد أن يهيئ الطالب لأن يكون يوم من الأيام عالم يستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، ويريد أن يعلم الطالب حجة يستطيع بها أن يرد على المخالف. فإذا أردت أن ترد على المخالف ماذا تصنع؟ تقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ الإسلام، لا، تقول قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا من أحسن ما يكون في مؤلفات الشيخ، بل أن المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لم يذكر شيء من كلامه. كتاب التوحيد فيه أدلة من كتاب وسنة، والدليل سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الإنسان الذي خسر، كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. لو تسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر، تسأله تقول هل تريد الربح أم الخسارة؟ ماذا يقول؟ لابد يقول أريد الربح حتى لو كان كافر. طيب، من أراد الربح ماذا يصنع؟ يدخل في دين الله، تعلم ويعمل ويدعو ويصبر، وغير هذا خاسر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله. هل معنى هذا الكلام من الشافعي رحمه الله أنه يقول أنه لا نريد نزول شيء من القرآن إلى سورة العصر؟ لا، أراد الشافعي رحمه الله أن يبين للناس أن الحجة قامت على الناس بهذه السورة، وأكثر الناس يعرف هذه السورة، فالحجة قامت على الخلق بهذه السورة فضلا عن غيرها من السورة. إن الإنسان لفي خسر. ثم بعد هذا ذكر قول الإمام البخاري رحمه الله، فقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل إذن على هذا سار السلف في مؤلفاتهم لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، فاعلم أولا ثم بعد هذا تستغفر. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وبهذا تمت المسائل الأربع لله الحمد. من يذكر لي ماذا أخذنا في هذه الدقائق؟ إخواننا، البعض قد يقول يعني هذه الدروس سهلة، وكيف يعني تشرح الأصول الثلاثة في يومين مثلا؟ هل المؤلف رحمه الله أراد أن نشرح هذه الأصول الثلاثة في سنة؟ لا. ثم طريقة العلماء أنهم